لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هديه واتبع هداه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم مزيدا من التوفيق والإعانة. التطوع في القرآن العظيم إنما هو نعمة من نعم الله عز وجل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التطوع في كتابه العزيز 3 مرات في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا هي الآية الأولى. وأما الآية الثانية ذكرها الله سبحانه وتعالى أياما، لما قال الله عز وجل: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وهي الآية الثالثة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الآيات حثنا الله سبحانه وتعالى فيها على العمل التطوعي، وهذه الأهم وهذا الذكر بهذا الأمر وبهذا اللفظ لا شك أنه فيه دلالة على ماذا؟ على الأهمية. وضرب لنا سبحانه وتعالى أيضا أروع الأمثلة على ذلك في أعمال أخرى، وقال سبحانه وتعالى: مرغبا في ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بل قال الله عز وجل في آية أخرى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وصور العمل التطوعي في القرآن الكريم كثيرة، ودائما تجدها مقرونة بالإيمان والتقوى. فيقول سبحانه تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية واضحة صريحة في قول الله عز وجل. بل يقول الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيضا في موقف آخر من المواقف الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر في غير هذه الصور، في صور الإيثار، لما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون خدمة للآخرين، يقدمون مصلحتهم الخاصة، المصلحة الشخصية للمصلحة العامة. وهذا العمل هو ما يسمى بالعمل المتعدي. هناك أيضا واقع تطبيقي للعمل التطوعي أيضا في القرآن الكريم. لنأخذ مثلا على سبيل المثال قصة ذي القرنين. ذو القرنين ملك من الملوك الذين ملكوا الدنيا كلها، فدانت له البلاد وخضع له العباد. ذكره الله تعالى في القرآن العظيم لكي يقدم للأمة مثالا للحاكم العادل الذي يجوب الأرض ويمشي في قضاء حوائج الخلق. ولقد كان العمل التطوعي دور بارز في حياته وحياة من معه وفي الدعوة. نذكر على سبيل المثال في كتابه العزيز ذو القرنين وبناء السد، بينما ذو القرنين يجوب في الأرض إذ وقف على يأجوج ومأجوج وهم قوم طبيعتهم الإفساد في الأرض، وعندهم طلب، أرادوا أن يجاوروا أمرا معينا أن يبني لهم بنيانا أو سدا. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما
قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هذه ما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف فكان بناء السد نعمة ونعمة عظمى للبشرية وسببا من أسباب هناء العيش على الأرض هذا العمل التطوعي المبارك قالوا يا ذا القرنين وقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعلك خرجا يعني كما ذكر ابن جرير في ذلك الأمر أي أجرا عظيما أرادوا بذلك أن يجمعوا له ما بين المال ويعطونه إياه حتى أنه يقدم هذا المال ويعمل هذا المال ولكنهم في الأمر تغير هذا الأمر إنما قام بهذا العمل عملا تطوعي وقد وزع الأعمال على جميع من كان من حوله وبالتالي حقق نتيجة طيبة ومباركة هذا العمل التطوعي له أثر كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى وفي هذه الدنيا وكذلك يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى جميل جدا أن نعتني بهذا الأمر أسأل الله لي ولكم مزيدا من التوفيق وإلى لقاء قادم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و